أربعة أفلام روائية وبعض الأفلام الوثائقية والقصيرة تمول وزارة الثقافة العراقية إنتاجها هذا العام بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، وهي المبادرة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين. محمد الدراجي كان من أوائل المخرجين الذين عادوا إلى العراق بعد الغزو الأمريكي لتصوير أفلام عدة، منها الفيلم الروائي أحلام. واختار الدراجي أن يكون أبطال فيلمه نزلاء في مستشفى أمراض عقلية خرجوا منها بعد الغزو ليعيشوا واقع العراق الجديد. واصطدم المخرج نفسه خلال تصوير الفيلم بأحداث متلاحقة، حيث تعرض للخطف والحبس، وكادت القوات الأمريكية أن تقصف فريق عمله خلال التصوير، ما دفعه لرصد هذه التجربة في فيلمه اللاحق الذي حمل اسم حب وحرب ورب وجنون. وإلى جانب هذا الفيلم، فالحياة اليومية في العراق جرى تجسيدها في عدة أفلام أنتجتها مدرسة مستقلة لتعليم الإنتاج السينمائي والوثائقي، أسسها المخرجان العراقيان ميسون الباتشي وقاسم عبد. ففيلم شمعة لمقهى الشهبندر الذي أخرجته ميسون الباتشي شرح كل ملابسات عودتها إلى العراق برفقة والدها السياسي البارز عدنان الباتشي وما بعد هذه العودة. أما فيلم الحياة بعد سقوط بغداد للمخرج قاسم عبد فتطرق إلى ما يسمى بالعودة إلى العراق الجديد. أمشي على دروب الخطر، يعني كل الخطر، السيارات، المسدسات، المضارب، الطلقات. وهناك مجموعة من الأفلام الأخرى ناقشت نفس البعد واعتمدت على الإثارة في رواية القصة. ويرى السينمائيون العراقيون أن مبادرة حكومتهم في دعم إنتاج الأفلام الروائية والثقافية لن تكون ذات فائدة إلا إذا استمرت عملية الدعم على المدى الطويل واحترمت استقلالية صانعي الأفلام وحرية أفكارهم.